المسحر مهنة قديمة متجددة ما زالت محافظة على مكانتها في شهر رمضان المبارك بالرغم من الأساليب الحديثة التي طرأت عليها في عصر التكنولوجيا. كلمات بسيطة تشق عتمة الليل لتجسد معاني الوحدانية إلى الله عز وجل في أيام الشهر الفضيل، يرددها المسحر وهو يجول بين الفرجان ليوقظ الناس لتناول وجبة السحور طوال أيام الشهر. فهذه المهنة المتجددة كانت علامة بارزة قديمة، ويعتمد الناس فيها على المسحر بشكل كلي. طبعا المسحر قبل لا يبتدي رمضان بيوم تلقينا يطلع الطبل موله ويسحبه يسمته يعني عشان يطلع صوته، وتلقينا في أول ليلة وثاني ليلة لين نص كله بروحه طبعا الطبل، ويهلل كله تهاليل سحور يا عباد الله لا إله إلا الله سحور يا عباد الله اصحى اصحى يا صايم يا نايم السحور ترى يعني وال هو بروحه طبعا دائما بروحه ليل ودع. تفاصيل جميلة نعيشها سنوياً وإن دخلت عليها المظاهر الحديثة، إلا أنها ما زالت قادرة على التوغل في أعماق أهالي البحرين فيستشعر حلاوة ذلك الزمن بتفاصيله الجميلة والتي يجب أن لا تندثر. طبعاً إحنا أول ما نبتدي ونطلع حق تسحير طبعاً نهلل ونرحب بالشهر الكريم اللي هو يانا، طبعاً اليهال ورانا يا بيكون معانا واحد عنده فنر، أو إذا ما فيش فنر نحط لنا ليت فنمشي ونروح نسحر وهذه والحمد لله رب العالمين. أهازيج وتسبيحات امتزجت بأناشيد دينية يطلقها المسحر بشكل يومي، فهي عادة توارثها أبناء البحرين عن أجدادهم منذ القدم، وما زالوا يمارسونها إلى هذا اليوم بكل حب وشغف صغارا وكبارا. المسحر يطل علينا قبيل أذان الفجر فيقرع الطبول ويردد الأناشيد المليئة بذكر الله ليذكر الناس بموعد السحور طوال أيام الشهر الفضيل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.